حياكم الله مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة حول جلسة مجلس الوزراء اليوم وما تبعها من قرارات في مواجهة جائحة كورونا، نتابع أبرزها معكم مشاهدينا. قرر مجلس الوزراء الآتي: أولا، الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى البلاد ممن تلقى اللقاح لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت. ألف، يعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية: واحد، من حصل على جرعتين من اللقاح ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين. اثنين، من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع. ثلاثة، من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 2 أسبوع. باء، يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حالة إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا. جيم، يطبق القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021. ثانيا، الموافقة على استثناء الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية من الحجر المؤسسي المقرر على القادمين إلى البلاد شريطة تقديمهم شهادة تثبت التقيد بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسة فيها. ثالثا، واحد، قرر المجلس تعديل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا من اليوم التالي. اثنين، السماح لخدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من 6 مساء حتى 10 مساء. ثلاثة، تعتبر الفترة من 6 مساء وحتى 8 مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم. أربعة، يعمل بالقرار اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021. مجددا المشاهدين، جاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم واللي أعلنها رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: تعديل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من 6 مساء حتى 5 صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العميد توحيد الكندري مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. العميد توحيد، مساء الخير. وبعد التحية نود في البداية إلقاء الضوء على أبرز قرارات اليوم الخاصة بحظر التجول وتعديل مواعيده. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكر لكم على هذه المداخلة مع وزارة الداخلية لتوضيح بعض الأمور التي لها علاقة بالحظر الجزئي بعد صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء بتعديل الحظر الجزئي من 5 وأصبح 6 حتى 5 فجرا. طبعا أيضا القرار تتضمن موضوع أيضا المطاعم والتوصيل والذي يبدأ أيضا من 6 حتى 10 مساء، وأيضا موضوع رياضة المشي التي يسمح فيها للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية والمشي فقط دون الركوب دراجة نارية أو دراجة هوائية أو سيارة. طبعا هذه الأمور ممنوعة، وبالتالي المطلوب منك أنت كمواطن وكمقيم أن تتعاون مع وزارة الداخلية في تطبيق هذه القرارات. ما وضعت إلا لأمنك، ما وضعت إلا لمصلحتك، وبالتالي التزامك بها
يساعدنا كوزارة الداخلية أن نخرج إن شاء الله من هذه الأزمة. طبعا قطاعات وزارة الداخلية منتشرة تلاحظونها في جميع طرق الكويت، وتواجدها بالتوقيت الساعة 6 من يوم غد للحد من عملية الخروج والاستهتار وعدم التقييد بهذه القرارات. التزامك مساعدة لنا، قاعد نشاهد الإصابات وقاعد نلاحظ أيضا الإحصائيات اللي تنزلها وزارة الصحة بشكل يومي، هناك وفيات، هناك مصابين، هناك على الأسرة البيضاء بين الحياة والموت. وبالتالي الجانب الوحيد اللي حاليا لازلنا نعاني منه هو الشخص الغير ملتزم والغير متقيد الذي يتواجد في التجمعات ولا يلتزم بالتباعد وعدم لبس الكمام والاستهتار. هذا ما يقودنا إلى استمرار هذا الحظر وهذا الحظر الجزئي. وبالتالي حتى نخرج كلنا بنفس وطني وفزعة وطنية تعودنا عليها إحنا الكويت، أن تكون هناك فزعة وطنية لنخرج كلنا من هذه الأزمة بالتزامنا بهذه القرارات وتقيدنا بما يملي علينا قرارات مجلس الوزراء. نعم، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود التي تقومون عليها وتشهدون يوميا وزارة الداخلية العميد توحيد. بالنسبة لما ندخل حيز التنفيذ بالنسبة للحظر الجزئي، العميد توحيد أكيد هناك آلية تطبيق لهذه القرارات من جانبكم، شلون تتعاملون مع مختلف الحالات خلال فترة الحظر سواء إنسانية أو طارئة؟ طبعا بالنسبه حق الحظر الجزئي، وطبعا احنا كوزاره الداخليه وضعنا نظام موجود بالحاسب الالي وبتليفونك الشخصي، تستطيع انك انت تصدر تصريح في حاله الخروج الى الضروره، مثلا الذهاب الى المستشفى، عندك حاله طارئه تستطيع مباشره ان تدخل على هذا البرنامج وتضع الباركود وتخرج، وبالتالي رجال الشرطه في الطريق يتاكد من هذا الباركود ويعطيك فتره معينه اللي هم مده ساعتين لمراجعه المستشفى مثلاً، وبالتالي تؤكد وصولك في المستشفى من خلال أيضا هذا البرنامج. وبالتالي كل شيء منظم، وبالتالي نحن محتاجين منك التعاون حتى نخرج إن شاء الله كلنا من هذه الأزمة إن شاء الله يا رب. مدير العلاقات العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد توحيد الكندري، شكرا جزيلا لك. يا أهلا وسهلا، حياك. شهد فاصل قصير ونعود لكم. حياكم الله مجددا المشاهدين. أيضا اليوم أعلن مجلس الوزراء عن الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى البلاد ممن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد في دولة الكويت. لذلك من المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات معنا المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للطيران المدني المهندس سعد العتيبي. المهندس سعد مساك الله بالخير، حابين أن تستعرضون أهم ما جاء في قرار مجلس الوزراء اليوم فيما يخص حركة الطيران والمسافرين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية لكم وتحية لمشاهدين قناة تلفزيون دولة الكويت. بالنسبة اليوم قبل قليل أعلن مجلس الوزراء عن إجراءات جديدة في مطار الكويت الدولي، وخصوصا للقادمين من خارج دولة الكويت والمسافرين القادمين إلى مطار الكويت الدولي. مجموعة من الإجراءات، أهم هذه الإجراءات وكخطوة أولية لتشجيع المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاح، تم اليوم إعفاء الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي ممن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكن بشرط أن يكون هذا اللقاح معتمد لدى السلطات الصحية في دولة الكويت. ومن هذه الفئات من حصل على جرعتين خلال يعني الجرعة الثانية وأكثر بعد أسبوعين من هذه الجرعة الثانية، يستطيع هذا الراكب القادم إلى مطار الكويت الدولي أن يعفى من الحجر المؤسسي، ولكن بشرط أن يخضع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام. وكذلك من الفئة الثانية هو من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى على هذه الجرعة أكثر من 5 أسابيع، كذلك يعفى من الحجر المؤسسي ولكن يخضع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام. والفئة الثالثة هو من تعافى من الإصابة من فيروس كوفيد-19 وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى على هذه الجرعة 2 أسابيع. كل هذه الفئات الثلاث اليوم وبناء على توصية من السلطات الصحية وقرار مجلس الوزراء، فسوف يتم استثناء هذه الثلاث فئات. ومثل ما ذكرت قبل قليل
هي خطوة لتشجيع الناس على أخذ اللقاح بإذن الله والعودة إلى الحياة الطبيعية في دولة الكويت. نعم مهندس سعد، يعني هذه بالنسبة للتوصيات، ولكن كيف ستكون آلية تطبيق هذه القرارات والاستعدادات لها؟ نعم، بدورنا في الطيران المدني وكسلطة مختصة تمثل الدولة في إدارة وتشغيل مطار الكويت الدولي، سوف يتم التعميم على كل شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي التي تتجاوز 42 شركة، سواء شركة محلية أو أجنبية. فبالتالي بدورنا في الطيران المدني سوف يتم التعميم على كل الشركات العاملة بتطبيق هذه الإجراءات وإبلاغ كل المسافرين القادمين إلى دولة الكويت بهذه الإجراءات الجديدة. ولا شك أن هذه الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل قليل مثل ما ذكرت خطوة يعني لتخفيف إجراءات السفر في مطار الكويت الدولي، ونأمل بإذن الله أن يكون هناك كذلك قرارات جديدة وباتجاه تخفيف إجراءات السفر، وخصوصا بعد عودة الرحلات التشغيلية والتجارية في مطار الكويت الدولي من 1/8 الماضي. كان هناك يعني بروتوكول صحي تم تطبيقه من قبل الطيران المدني وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية. وبهذه المناسبة حقيقة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لوزارة الصحة وكذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وكل الشركات العاملة الوطنية في دولة الكويت وفي مطار الكويت الدولي لتجاوبهم وتعاونهم مع الطيران المدني على مدى سنة وأكثر منذ الإعلان عن جائحة كوفيد-19. حقيقة هناك تعاون وتنسيق وتواصل وتناقم بين كل الجهات لتنفيذ إجراءات وقرارات مجلس الوزراء، والحمد لله نجحنا في مطار الكويت الدولي لتطبيق هذه الإجراءات. وكان مطار الكويت الدولي من أول المطارات في العالم الذي قام بتطبيق إجراءات جديدة ومتناغمة مع تعليمات السلطات الصحية. ففي السابق وقبل كورونا كان هناك عاملين رئيسيين في تشغيل المطار، وهو عامل التسهيلات وعامل الأمن. اليوم تم إضافة العامل الثالث وهو عامل الوقاية، ونجحنا في دولة الكويت في تطبيق هذه الإجراءات وفق توصيات السلطات الصحية وكذلك مع ما يتوافق مع المنظمات الدولية في الطيران المدني، سواء منظمة الطيران الدولية الإيكاو أو اتحاد النقل الدولي الأياتا أو مجلس المطارات العالمي الACI. فكانت دولة الكويت سباقة في تطبيق هذه الإجراءات. نعم، كل الشكر للمتحدث الرسمي بالإدارة العامة للطيران المدني المهندس سعد العتيبي، شكرا لك على هذه المداخلة. حياكم الله. فاصل مشاهدينا سريع وعودة لكم. خلال المؤتمر الصحفي أيضا مشاهدينا الخاص باجتماع مجلس الوزراء، أعلن وزير التربية الدكتور علي المضاف ملامح عودة الدراسة والاختبارات خلال الفترة المقبلة عبر خطة وزارة التربية اللي تم إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء. تم الموافقة على من خلال مجلس الوزراء الموقر على اختبارات المرحلة الثانوية للصف الثاني عشر. هذه الاختبارات راح تكون إن شاء الله من تاريخ 30/5 إلى الخميس 10/6/2021. أما تاريخ الدور الثاني راح يكون من الأحد 4/7/2021 إلى 3/13/2021. الاختبارات الورقية للصف 12 راح تكون فقط للصف الثاني عشر، حتى نضمن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة في هذه الاختبارات. وزعنا أعداد الطلبة والطالبات اللي يتوقع بحدود 49,000 طالب وطالبة على 300 لجنة أو 300 مدرسة، بحيث يكون العدد تقريبي لكل لجنة بين 160 إلى 170 طالب أو طالبة في المدرسة الواحدة. هذا العدد يسمح لنا بعدد قليل لوجود الطلبة داخل الفصل، ومن ثم تكون إن شاء الله وضعهم آمن. يعني إذا لاحظنا عدد الطلاب في كل فصل ما يتعدى 8. أيضا بإمكاننا استغلال المسارح والقاعات الدراسية إذا احتجنا لتقليل أعداد الطلبة في المدرسة الواحدة.
للمزيد من متابعة مشاهدينا حول أبرز القرارات الخاصة بالعام الدراسي معانا على الهاتف الأستاذة الدكتورة سلوى الدرويش، عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية. دكتورة، بداية كيف تقرأين القرارات اللي صدرت اليوم حول آلية عودة العام الدراسي؟ السلام عليكم. أول شيء أحب أن أشكركم على استضافتكم لي، وطبعا أغتنم هذه الفرصة الكريمة لأحيي مستمعيني الكرام. مثل ما تعرفين أن إحنا عندنا حاليا جميع المؤسسات الحكومية وخاصة التعليمية التربوية حط قوانين وقائية واحترازية لمكافحة مرض الكورونا. فأما من ناحية أن يرجعون إلى الدراسة مثل ما معالي وزير التربية صرح في المؤتمر الصحفي، طبعا هم ما عملوها شيء عشوائي، يعني كانت دراسات متكررة وحطوا يعني قوانين وحطوا أشياء وقائية أن يقدرون يعني يكافحون وأن ما يعرضون طلبتنا وطالباتنا إلى أي مرض أو إلى أي شيء يضر بصحتهم. نعم، يعني أكيد هناك آلية تم دراستها وفق السلطات الصحية تعاونا مع وزارة التربية كذلك لتأمين عودة الطلبة والطالبات المدارس في سبتمبر إن شاء الله، وإن شاء الله يكونون الاختبارات الورقية تدخل حيز التنفيذ للصف الثاني عشر في مايو القادم. هني دكتورة، نعم دكتورة، هني يعني إلى أي مدى تمثل هذه العودة أهمية في تصحيح مسار العملية التعليمية برأيك؟ من ناحية الامتحانات، يعني قصدك الامتحانات الورقية؟ نعم. أوكي، احنا طبعا انت عارفة يعني الامتحانات الورقية تختلف عن امتحاناتنا عن بعد، والامتحانات يعني في اكو وايد اشياء احنا كان طالع مصلحة الطالب اول شيء. أوكي، فالامتحانات الورقية معمولة او مصممة باسلوب يتوافق من حيث الوقت والمعلومات الإجابة على الامتحان، فيبيلها خبرة. أما امتحانات اللي هي عن بعد ترى تختلف تماما عن الامتحانات الورقية، هذا أول شيء. بعدين إحنا لازم نشوف الحالة النفسية الطلبة اللي قاعد يمرون فيها. إذا كان الامتحان عن بعد يبيلها يعني هم يحسون براحة في لجنة لما يشوفون الناس اللي مشرفين على الامتحانات، يعني سبحان الله عندهم سؤال يبون يسألون، فإذا كانوا في امتحانات ورقية في لجان موجودين يقدرون يجاوبون على الأسئلة هذه لهم. أما إذا كانوا عن بعد فرح تكون في صعوبة لهذا الشيء. بعدين الشيء الثالث بعد عندنا، إحنا لازم ننتبه على عملية التعليم عن بعد أو الامتحانات عن بعد، يعني في احتمال أحيانا تصير مقاطعة أثناء الامتحان، الشخص اللي قاعد ياخذ، يعني إحنا الآن قاعد نعاني من هالشيء في امتحاناتنا، عرفت شلون؟ في كلية التربية الأساسية اللي هو الطالب ممكن يكون قاعد يمتحن ومرة واحدة يصير في أمور يعني تقنية أو فنية، الإنترنت يتعلق، فتلقين الطالب الحين وقته مضى وهو قاعد يحاول إنه يحل المشكلة هذه عشان يقدر يحل الأسئلة. الشغلة اللي أهم بعد من هذا كله عندنا العدالة. ترى في وايد ناس ناسين الشغلة هذه، العدالة من ناحية التعليم أو الامتحانات عن بعد مقارنة حق الامتحانات الورقية. احنا عندنا الامتحانات اللي يعني العدالة بقصد شنو هو؟ إن في ناس عندهم بعض العوائل عندهم إمكانية مالية متوفرة إن يحطون من أقوى أنواع الإنترنت عندهم عشان يعطون مجال حق ولدهم أو بنتهم تحل الامتحان بطريقة سهلة وبسرعة وما في أي دربكة. نعم. في ناس الإمكانية عندهم وايد قليلة، فيعني الإنترنت هذا ممكن ينقطع بين لحظة والثانية، ممكن يصير شغلة ثانية في الإنترنت، فهذا كله من وقت الطالب قاعد يروح، عرفت شلون؟ نعم.
هذا كله طبعا تندرج تحت الأولويات اللي سمحت بالعودة للمدارس، كذلك دخولا مع مرحلة الآن التطعيم والأولوية لبعض الفصول فصل الثاني عشر أولوية للتطعيم، أيضا الطاقم التعليمي أيضا للأولوية بأن يأخذ التطعيم في الفترة الحالية. بما أنك ذكرت الآن الموضوع الاختبارات الورقية بين الإيجابيات والسلبيات كما ذكرتها قبل قليل دكتورة، إلى أي مدى تمثل هذه الاختبارات أهمية في تقييم الأداء والمستوى الفعلي للطلاب؟ والله الأداء راح يكون طبعا كالعادة السنوات السابقة اللي مرينا عليها، احنا لازم نفكر احنا الحين قاعد نمتحن طلبة الثاني عشر، مرحلة الثاني عشر، فهذيل الطلبة معظمهم راح يتخرجون ويدخلون كليات. نعم. وايد منهم متطلعين ان يبون يدرسون برا بالخارج، بعثات يبون، فمعظم الجامعات، انا ما قاعد اقول لك كل الجامعات، بس معظم الجامعات قاعد يدرسون بالجامعة، الطلبة قاعد يدرسون بالجامعات وقاعد ياخذون امتحان ورقية، فما نبي عيالنا لما يطلعون من الكويت ويسافرون يتفاجئون في امتحانات ورقية وهم ناسين الشيء هذا، لأن الحين صار لهم ثلاث فصول وهم قاعد ياخذون التعليم عن بعد، والحين بعد هم بيتخرجون والتعليم عن بعد، فهذا راح يصير شيء مسيء للطالب الصراحة، ما راح ينفعه أكثر من الإساءة له. نعم، نتمنى للجميع العودة الآمنة للفصول التعليمية القادمة إن شاء الله. الأستاذة الدكتورة سلوى الدرويش عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية، شكرا جزيلا لك دكتورة. ومشاهدينا نطلع فاصل وراجع لكم. إذن مشاهدينا كنتم معنا بالتغطية الخاصة حول أبرز قرارات مجلس الوزراء واللي أصدرت اليوم، نشكر لكم طيب المشاهدة. مشاهدينا نشوفكم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء.